Η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σας, ακούτε την φωνή της Ελλάδας στην Αγία στα Αραβικά. Σαββάχ الخير إليكم نشرة الأخبار من إذاعة صوت اليوناني وفيكم بها وليد إلياس. استقبل رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس بعد دور يوم أمس في القصر الحكومي رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبي كلاوس ريجلينغ، وكانت أجواء الاجتماع إيجابية، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتدعم النمو الاقتصادي وتخلق الوظائف، وهي من التعهدات الرئيسية لحكومته. وأكد ميتسوتاكس أنه سوف يحترم مستهدفات المالية العامة. انتقد رئيس حزب تحالف اليسار الجزائري سيريزا أليكس تسيبراس في كلمة ألقاها خلال اجتماع قطته البرلمانية، انتقد بشدة رئيس الوزراء ميتسوتاكس، فقال إن حكومة السيد ميتسوتاكس تحاول أن تروج النموذج الحكومي وكأنها شركة مساهمة عبر استخدام عشرات التكنوقراط الذين يمارسون الدور مدراء منفذين للوزراء. وأضاف تسيبراس أن عدد السيدات يعد على الأصابع، إذ بحسب ما شرح ميتسوتاكس لسنا في وارد تحمل المسؤولية. وشدد على أن ممثلي مجموعات الشركات يتفاوضون مباشرة مع القطاع العام، فيما ممثل اتحاد الصناعيين المالين هو من ينسق مع كافة الوزراء. شدد وزير سياسة الهجرة بالإدارة يوسف كومتساكوس في مداخلة له يوم أمس خلال مؤتمر مجلة إيكونومست على ضرورة الصرامة الديمقراطية المترافقة مع احترام حقوق الإنسان، وأن الحل يتمثل بالحماية المتآتية من الحق بالأمن. وأشار إلى أنه حين يتم تخفيض المستوى الأمني نصل في نهاية المطاف إلى تأزم على صعيد احترام حقوق